استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الدكتور نيكولاس كريستوفر فوكس الخبير العالمي في الحياة الفطرية والصقور. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة بالمحافظة على التراث الوطني وكل ما يتصل به، خاصة الرياضات التراثية كرياضة الصيد بالصقور. وأكد سموها أن الصيد بالصقور مرتبط بالتراث العربي عامة والبحريني بشكل خاص، وأن البحرين تحرص على هذه الرياضة التاريخية التي تعزز ارتباط الأجيال بها لترسيخ القيم والموروثات العريقة النابعة من تراثنا الوطني الأصيل. كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات الدكتور فوكس على صعيد الحياة الفطرية ورياضة الصيد بالصقور على الصعيد الإقليمي والدولي، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.